الفقرة دي بقى كابتن بتاعتك، انت قلت يا ما قلتش، دي حاجات انت قلتها. ما بكذبش و... اه وقول لي قلت لي لا يا ربنا ما يجيب كده. اتفضل. ممكن تقرا كابتن. إيهاب جلال كان قريبا من الاهلي والجهاز المعاون سبب رفض المنتخب. طبعا انا قلت كده طبعا، لان انا يمكن لما مسكت النادي الاهلي سمعت ان كان في يعني تفكير يعني ان اسم كابتن إيهاب بالطرح، لانه الراجل كان شغال عامل يمكن بينافس النادي الاهلي في واحنا ماسكين المقاصة وخد المركز الثاني، كان المنافس الحقيقي للنادي الاهلي في الموسم ده، فكان ممكن اسم الطرح وكان في تفكير يعني عرفت من جوه. اللي بعده. تشرفت بالعمل في الزمالك وإيهاب جلال اعتذر عن المنتخب من اجلي. طبعا انا يمكن قلت الكلام ده، نادي الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى طبعا يدرب فيه، وانا يمكن افتخر ان انا دربت في نادي الزمالك، وطبعا دربت في نادي الاهلي بيتي طبعا، فالحمد لله ان ربنا يمكن كرمني بالجمع بين تدريب خباه الكره المصريه. وطبعا موضوع المنتخب يمكن الكلام ده انا قلته قبل كده والناس عارفه ان طبعا يمكن حصل ان كان ممكن كابتن إيهاب قالوا ان ممكن حد يعني كابتن حمد وكابتن مصطفى ممكن، فكابتن طبعا اعتذر بسببنا. بعده. استبعادي من المنتخب بفعل فاعل وساعود للاهلي والشناوي نمبر 1. طيب الحته الاولانيه طبعا هو يمكن 2006 يمكن انا فعلا كنت ماشي مع امي بشكل كويس جدا، كنا الله يرحمه كابتن طه كنا عاملين موسم كويس جدا وبطوله عربيه، وفي الفترة دي كان عصام وكان عبد الواحد والسيد وكان عبد المنصف وانا، كنا احنا الاربعة في المنتخب، فطبيعي يعني احنا كنا شغالين كويس قوي، فكان ممكن على الاقل يبقى في القائمة في 23، لكن هو مش بفعل فاعل حد اصلا، لان دايما اقول الكورة فيها ظلم غير متعمد، هي وجهات نظر، فكان الكابتن احمد سليمان وليه التقدير طبعا كبير مدربين حراس المرمى المحترمين يعني كان ليهم راي غير كده، فما كنتش موجود، لكن الحمد لله كنت دايما كل ماتش اروح قبل المباراه وندعم، وخدنا بطوله 2006 الشق الثاني. انا مش نسيت الشناوي طبعا نمبر 1 طبعا، لانه عامل ما شاء الله موسم كويس جدا وما شاء الله في ثبات في المستوى، لان وده اللي احنا بنقوله دايما الحارس رقم 1 المصنف لابد يبقى عنده ثبات في المستوى، اخطاء قليله جدا متباعده جدا، ده بيؤدي ان هو رقم 1، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. اللي بعده. أفضل فتراتي كانت في الزمالك وإدارة الأهلي لم تتدخل لتجميد مؤمن زكريا. طبعا أنا قضيت وقت كويس جدا في نادي الزمالك، وبقول لحضرتك يمكن كان الدليل على كلامي إن أحمد الشناوي كان ماشي بشكل كويس جدا بشهادة الناس يعني طبعا. فأنا استمتعت بالشغل في نادي الزمالك، ودي حاجة مش بقولها رغم إن أنا راجل أهلاوي ما بنكرش ده، نادي الأهلي طبعا بيتي. لكن دي حاجه فعلا حسيتها هناك وفي شغلي، والحمد لله يمكن فترات برضو اللي اتمرنت فيها في انديه ثانيه مقصه برضو كانت فترات كويسه جدا مصري، فالحمد لله رب العالمين على الفترات اللي انا بشتغلها بتوفيق ربنا. اللي بعده. تشاتشيتش مستمر ورحيل إيهاب جلال عن المقاصه لا يخصنا لكن التغيير وين. ده مسؤول بيراميدز اللي اعلنوه. هو انا ما اعرفش الناس ليه عملت كلام التغيير وارد يعني ان شاء الله. والله انا يعني زي ما قلت لحضرتك يعني طبعا هو نادي بيراميدز نادي كبير اي حد يتمنى طبعا يمسكه، لكن اتقال كلام واتعملت حكايات كده وملهاش اي يعني اساس وزج باسم. بص يا كابتن انا اتعودت كده على رهان الطفيف. تراهني ان انتوا في بيراميدز السنه الجايه؟ اراهنك كابتن سيف. ماشي. ربنا يسهل الحال. ماشي يا كابتن. افتكر بقى. ها كابتن افتكر عشان شريف اكرامي لسه ما دفعش اللي عليه. شفته صح.